أحسن الله إليكم. يسأل السائل فضيلة الشيخ عن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والنعمة والأباء وغير ذلك من أنواع الأقسام. هذا من الشرك بالله، حلف بالنبي أو بالكعبة أو بالولي أو بالأمانة أو بالآباء، كل هذا من الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالمخلوقين، وإنما يحلف المسلم بالله عز وجل أو يصمت، ولا يحلف إلا عند الحاجة، ويكون صادقا في يمينه ويحلف بالله عز وجل. هذا شأن المسلم. نعم.